شوفوا عباد الله هذه المصيبة، شوفوا عباد الله هذه المصيبة، شوفوا عباد الله هذه المصيبة. شوف الأمبيلونس هي خصها الإسعاف. شوفوا هاد الناس ما عندهمش، هادو لي باراميديكال ما عندهمش الإمكانيات، ما قاريينش على البارامي. هادو أصحاب البومبية، هادو دابا غير البومبية حطوهم كيديروا باراميديكال. شوف الدولة فين كتخول الفلوس، شوف فين كتسرق الفلوس، شوف المسؤولين فين كيسرقونا حنا، شوف فين كيسرقونا. دايرين لنا البومبية هما اللي كيجيو يهزوا الناس اللي عندهم حوادث. شوف هادو ماشي باراميديكال، ما عنده لا صناطة، ما عنده لا أكسجين، ما تيعرف يقلب الأكسجين، ما تيعرف يخدم الكارديو فيزي الكارديو، ما قلبوش تنعرق. واش كيدير غير عرق ولا لا؟ واش كيتنفس ولا لا؟ يلا حل عينيه، واش كيشوف ولا ما كيشوفش؟ هادو ماشي بروفيسيونيل، ماشي باراميديكال، هادو ماشي باراميديكال. ما تخنقوش علينا، هادو ماشي باراميديكال، هادو ماشي معلمين، هادو ماشي ناس بروفيسيونيل، هادو بومبيه صحاب رجال المطافئ. لومبيلاس ما فيها لا اكسجين لا والو، لومبيلاس ما فيها لا اكسجين لا والو، ما كاينش الاسعاف، ما كاينش الاكسجين، ما كاينش. ما قلبوا لي واش السيد كيتنفس ولا ما كيتنفسش. ما عادوا غادي نعاود لكم الدبلور، ما خصكم تشوفوا هذا الفيديو من الدبلور بعدا. انا راه كنت كنهضر من قبيله كنهضر وانا صاحبي واش دوزت الفيديو وانا ما داش. يلا نعاود لكم. شوفوا 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 هذه الكارثه، هذا السيد هذا وقعت له كريس كاردياك اللي كيبيع التمر. هذه وقيله يمكن مو ولا شي حاجه من العائله ديالو مسكينه كتبكي. شوف هاد الكارثه، شوف هاد السيستم عندنا، شوف هاد السيستم ديال المخزن اللي ما بغاش يتغير، اللي ما بغاش يتجدد. ضاربين عام على الطبله، ضاربين عام على الطبله ديال الكروسه غيدخلوها فيسبوك. وشوفوا غنوريكم شنو كاين. اهم حاجه غنوريكم شنو كاين، غادي نوريكم انتم تبعوا انتم شوفوا. شوفوا هاد اش من عالم كنعيشوا حنا القرن 21. شوفوا اش من عالم، شوفوا عباد الله اش من حكومه عندنا، اش من ناس مسؤولين عندنا. شوفوا 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 النتيجه، شوفوا معايا، شوفوا هاد الناس اللهم تعالى ياخذ فيهم الحق. يا ربي تاخذ فيهم الحق يا ربي. هاد الحكومه تشوفوا هاد السيد راه عنده كريس كاردياك ياك. وشوف هادوك الثلاثه، هما راهم ثلاثه جيت تستافيط، راهم مضاربين مع الخشه ديال التمر شتيها. شوفوا السيد راه دار كريس كاردياك، راه ماشي اللعب، راه ماشي ديال المتحمر، دار كريس كاردياك. وشوفوا هاد الثلاثه هما مضاربين مع الخشه ديال التمر. الخشه ديال التمر اهم حاجه، لان علاش؟ ماشي لافوت ديالهم، انا ما تنعيبش عليهم، لان هذا الشيء علاش؟ هذا هو التدريب، هذا هو السيستم اللي عندنا حنا، هذو هما الحكومات اللي عندنا، هذا هو الفضل، هذه هي النتيجه، هذا هو العمل اللي كيديروا، فهمتي؟ هذا هو العمل اللي كيديروا. ما عندناش في التقدم في الاسعاف، ما عندناش تطور في الاسعاف، ما عندناش تطور في الحلول، ما عندناش كيفاش نحلوا الامور من تحتها ياك، ما عندناش بالهدوء ومن تحتها، ما عندناش. ما تعرفوا غايه وما يطوروا الامور من تحتها وبالهدوء من تحتها، اما هاد الامور ما كتحلش من تحتها. وشوفوا هاد السيد راه كريس كاردياك عباد الله، هاد السيد راه كريس كاردياك، راه خصو الاسعاف حالا قبل ما تجي لومبيلونس، راه خص الاسعاف. هاد القوه المساعده اللي كتكون هنا راه خصهم يدربوهم على الاسعاف، راه خصهم يدربوهم، راه حيت هما اللي يواجهوا الشعب، هما اللي عطيهم اوردر باش يحيدوا الكراراس ويقلبوا الكراراس ويطيحوا بلاد ويطيحوا ليه الطونسيون ويطلعوا ليه الدم. راه خصهم يكونوا عندهم ناس مدربين. هذا خصو الاسعاف ايرجونسي، ايمرجونسي خصو الاسعاف، خصو مسند بعدا، خصو مخدات دار تحت راسو، خاص يقلبوا واش كيتنفس، خاص هذا كارديو، شو كارديو شي ريفلكسو، هذا راه ماشي متحمر، راه كارديو، راه كريس كاردياك، خاصو بحلو ليه فمو، وربما اللسان ديالو داخل محبس ليه القرجوطه ديالو ما كيتنفش، الشوارب ديالو راه مزرقين راه ما كيتنفش. والكارثه الكبيره، شوفوا لامبيلونس، ها الكارثه هاهي، شوف لامبيلونس كيديرها، هذه لامبيلونس خصها الاسعاف، هاد سياره الاسعاف هي خصها الاسعاف. شوفوا هاد الناس، هادو راه غير البومبيه، هادو ماشي بارابليجيك، هادو راه ماشي باراميديكال، هادو ماشي باراميديكال. ها نشوف كيفاش غيتعامل معاه. شوف ما قلب لي يدو، واش العرق كيضرب، واش شوف اخو خبز من الفران طاح وديروا تحتو غيديروا الوصله، اي خبز الفران هذا هو. هات يلا حلي عينيه، شوف السيد فمو كيدير الكشكوشه، هذا خصو الاسعاف دابا قبل ما يهزو، خصو الاسعاف، خصو ينفسوه
خصهم يحلوا ليه فمو، خصهم يدخلوا ليه اكسجين، وخصهم قاعي السيروم. وشوف هذا البايص اللي جابوه، هذه وصلة ديال الفران، هذه ماشي بايص، هذه وصلة ديال الفران، هذه وصلة ديال الخبز الفران هي اللي جابوه. ما فيها لا صباطي، ما فيها والو، ما كاين سيروم، ما كاين اكسجين. واش نتوما كتضحكوا عنا ولا مالكم؟ واش نتوما الحكومه كتضحكوا عنا؟ ها واش كتضحكوا عنا؟ لا كتضحكوا علينا واقيلا. واش نتوما باغي نضم صوره ولا شنو؟ واش حنا ما تنعرفوش شنو هو الاسعاف؟ ما تنعرفوش الناس كيفاش كيعاملوا المواطنين ديالهم، كيعاملوا الشعوب ديالهم. شوف شوف هاد الكارثه هادي، شوف هاد السيستم ديال القوى المساعده اللي كتجي وتحيد لك راس العباد الله. هادشي راه عشناه في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات عباد الله، وحنا اليوم 2023 مازال كنعيشوا هاد 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 الحملات هكذا. دابا هاد دابا شنو هي النتيجه؟ دابا هاد الناس البخاخ اللي عندنا كيحكمونا، الى انا بغيتو يعطوني غير جواب. انا بغيت هاد الناس اللي كياخذوا هاد القرارات ودايرين فريدين هادشي، انا بغيتو يعطوني جواب. بغيت نسولهم اشنا هي النتيجه. دابا سير كارديو، سير بوحاش غيعيش، والى عاش غادي حيت ما كتنفش. شو شحال ديال الوقت هو ما كيتنفش؟ شو شحال العلم ولا شحال هو من شهر ما عندوش الاكسجين في الدماغ؟ المخ ديالو واحد الطرف ديال المخ غادي يموت ليه، ياك غادي يولي اعاقه على المجتمع، ياك غادي يولي اعاقه على المجتمع. شوف ما تيقدرش يتنفس، شوف شوف الريفلكس، شوف القلب اش كيدير، ياك هذا غادي يولي اعاقه على المجتمع الى عاش. ولادو العلم ولا ولادو، ولادو صغار كيفاش غادي يحقدوا على المجتمع؟ المراه عنده، كون كانت المراه عنده خدامه ما غاديش يدير هو الكروسه، ياك هذا تلقى 80% هو اللي خدام على عائله، ياك اش بغات دير المراه ديالو؟ اش غادي دير المراه ديالو دابا؟ شنو تخرج تفسد؟ انتم باغي تحاربوا الفساد، وانتم كتقولوا للعائله تخرجوا تفسدوا. ملي الراجل كيضرب عليهم تماره وتجي تحيدوا ليه كروستو وتنشروه وتطلعوا ليه وتقطعوا ليه عرق في الراس، اش بغيت كيفاش هذا المجتمع غيعيش؟ دابا راه هادشي اللي وقع دابا، حنا دابا هاد الكارثه اللي وقع دابا راه وقع، هذه راه الضرب راه وقع دابا في المدن كلها، راه بحال هاد الحاله هادي راه وقع في ما مشيتي، في ما مشيتي. تنخرجوا على عباد الله في الصحه ديالو، ما هو هاد السيد والله ما عمره رجع كيكل، اقسم لكم يميني لا عاش والله ما يرجع كيكل. هو دابا غادي يولي عله، هو الدوله انتم مسؤولين خصكم ديروا الشهريه ديالو، انتم اللي خصكم تكلفوا بالعائله ديالو، لان انتم العمل ديالكم الوحشي، العمل ديالكم الوحشي، العمل ديالكم الجهل، العمل ديالكم الغشاش. واش انتم كتضحكوا عنا؟ جيب لنا البومبي وتقول لي باراميديكال، واش هادو باراميديكال؟ هادو واش هادو باراميديكال؟ وهذا السيد ما تيعرف تيقلب النبطه ديال القلب، القلب واش كتضرب؟ هادو غير بومبي مساكن. انا ما كنعقبش عليهم، ما كنعيبش عليهم، وما تنعيبش حتى على القوة المساعدة، ما تنعيبش عليهم. القوة المساعدة داكشي اللي عطاهم، اللي قالوا لهم كيديروا راه كيديروا، المعرفة اللي عطاهم راه كيتعاملوا بها. ما مقرينهمش كيفاش يديروا الإسعاف، ما مقرينهمش كيفاش يديروا الكارديو واحد إلا سكتت لي قلبه. القوة المساعدة خاص تكون تدريب، خاصهم يكون عندهم تدريب، لأنه هما اللي كيدوروا بزاف في المدن، هما اللي كيتعرضوا للمشاكل. القوة المساعدة هما اللي كيتعرضوا، ويكون واحد فيهم نيت يطيح كارديو سكتة قلبية، هو منيت منهم، واحد منهم من القوة المساعدة يقدر يوقع عليه سكتة قلبية، وهما الجماعة اللي كاينين ما فيهمش واحد اللي كيعرف يعطي الإسعاف، ما فيهمش واحد. وهذيك الستافيت ديال القوة المساعدة خص يكون فيها الإسعاف، خص يكون فيها الصندوقة ديال الإسعاف. عباد الله واش نتوما غتسطيونا ولا مالكم؟ واش نتوما بنادم ولا شنو؟ وأنا كنهضر مع الحكومة، واش نتوما بنادم؟ واش نتوما بشر؟ واش عندكم برين؟ واش عندكم مخ في العقل؟ واش عطاكم الله شي تفكير؟ واش كتفكروا ولا ما كتفكروش؟ ولا غا طحن؟ ولا غا الشعب؟ والله العظيم الا نتوما حاشا، واش الشعب مدلل؟ ولكن نتوما كتدلوا نفسكم. انتوما ما بغيتوناش حنا نحترموكم، ما بغيتوش المواطن العادي يحترمكم. انتوما كتشوفونا حنا كبطاطا، كتشوفوا الشعب كخيزو، كتشوفونا كيماطيشا، وحنا كنشوفوكم نفس الشكل. حنا كنشوفوكم كبطاطا، وكنشوفوكم كيخيزو، وكنشوفوكم كيلفت. ما نحترموكمش وما كنقدروكمش
وما كان اعترفوش بكم، ما اعترفوش بكم، ما عمرنا اعترفوا بكم، ما عمرنا احترموكم، لانكم انتم لا تحترمون انفسكم. كيفاش كتعاملوا مع الشعب؟ واش انتم عطيو البديل؟ عطيو البديل، بتحيدوا لي الكروسه واخا، عطيو البديل، ديروا الناس ديروا لهم واحد اللائحه، قيدوهم بحال هاد الناس، ديروا لهم واحد اللائحه، حطوهم في واحد القدس، قيدوهم، ديروهم في واحد الليست، وديروا رجعوا بنوا دوك المارشيات اللي كانوا كيتبناو، اللي كانت كديرهم فرنسا. فرنسا كانت كدير المارشيات، نقدر نقول لكم المارشيات كلهم فيه كانوا غير في المدينه. كان واحد مارشي كبير في شارع عوفا كطلع العيد دياب اللي جا على مولاي يوسف، كان تيران ليزارين، كنقولوا لي تيران طوريرو، حيدتوه قبل منه. كان ماشي كبير ديال المعارف، كنعرفوا سوق المعارف، حيدتوه، بعتوا الارض على اسم الارض ديال الدوله، درتوها في سميتكم ديال الدوله، وبعتوها لمن بغيتو، خدتو فيها فلوس، تغنيتو وما بنيتوش بارشي، والنتيجه ها هي بحال هاد الناس، ها هما اش كيوقع عليهم. ديروا الناس مارشيات اصاحبي، او ديروا داكشي اللي كانت كدير فرنسا. فرنسا كاع اللي كنا كنقولوا مستعمر وكفار واسمو، ما تيعاملوش، ما كانوش كيعاملوا يعاملوا الناس ديالنا هكذا، والله ما كانوا كيعاملوهم هكذا، والله ما كانوا كيعاملوهم هكذا، والله الا كانوا كيبنيو مارشيات بالكوابن بالمراحيض كلشي ديالهم، والله كانوا المارشيات ديال فرنسا الا فيهم واحد المنظر جميل، وكلهم صبغين بداك الخضر، اللون ديال الخضوريه الصفوريه، في واحد اللون زوين، وكتلقى الدخله من هنا على الدخله ديال الباب مول النوار، وبالخرجه ديال مول النوار، وبالخرجه الاخرى مول النوار، والبارحه كيدير بالماء وبلا شاس ديالو، بلا فابو ديالو، بالصابون ديالو. والله العظيم الا جريتو على فرنسا بكري، والله العظيم الا جريتو على فرنسا بكري، والله الا زربتو عليها، والله الا غزربتو عليها، تعديتو على ريسكم. بالاخص حنا كانت عندنا فرنسا ديال اليوطي، حنا كانت عندنا فرنسا ديال اليوطي كانت خير من فرنسا ديال الجزائر، كان فيهم الانسانيه، وكان فيهم المعامله، رغم اغلاط اللي ارتكبوا، رغم داروا اغلاط، داروا اسمو، ولكن شوفوا غير المباني ديالها. يلا انا كنهضر لكم على فرنسا، واللي بغى يقابحني شوف غير المباني ديال فرنسا، شوف غير شارع جيش الملكي، شوف غير بلفيدير، شوف غير شارع محمد الخامس، شوف غير من السرطان، شوف غير عين البرجه، شوف غير البني ديال فرنسا، قارنهم مع البني ديال هادو ديال هاد الحكومات اللي دازو، قارنهم وقول لي شنو كاين. انتم حكموا، انتم حكموا، العمارات ديال فرنسا كيدايرين بالرخام، كي البني كيدير صحاح. انتم كتقول لي نوض حرر سبته وحرر بليه، انتم حررتو حتى تقديتو حتى مع الشعوب ديالكم، وعطيتو حتى الناس خدمه، انا بقيت عاد تمشيو نسبتو سبتو من ليليا وتحروها، واش غديروا سبتو من ليليا ملي تحروها؟ يلا ها هي سبتو من ليليا دابا ما فيهاش لي رسوس، ما فيهاش لي رسوس، البحر ديالها مات، ما فيه حوت، مولوات. يلا ها سبتو من ليليا البحر ديالها مولوات، غديروا سبتو من ليليا؟ ايوا اش مشيو توسخوها؟ شو سبتو من ليليا كيدايره نقيه، كيدايره الصبليون، مشيو تكرفسوا عليها؟ مشيو تكرفسوا عليها، غادي تمشيو تحروها تكرفسوا عليها، اللهم خليوها الصبليون. انتم ما جمعتوا حتى سراولكم، بقى عا سراول الصبليون، ما جمعتوا حتى سراول. اسيدي خليني كسبتو من ليليا، ملي كتعاملوا مع الناس هكذا، والله العظيم الا انا والله نسبح انا في سبتو من ليليا الصبليون، والله اسيدي ما بغيناها، ما عندنا ما نديروا بها. يلا قولوا لي اللي كيقابحني وغير وجه لي، انا عندي سؤال لي، شوف اش دايرين فيك هنا، شوف اش دايرين لك هنا، اش دايرين لخوتك؟ هادو غيمشيو سبتو من ليليا، اش غيديروا في سبتو من ليليا؟ والله هذوك المغاربه اللي ساكنين في سبتو من ليليا، واللي هما كيناضلوا وكيدافعوا على المغرب، والله العظيم تيندموا. انا اقسم لكم يمينا ونحلف لكم بالمصحف الكريم، والله دخل المغرب تما وشد سبتو من ليليا، والله تيندموا، والله على ما داكشي كيتعاملوا مع الصبليون، اللي كيتعاملوا مع الصبليون ضربوا معاهم، والله تيندموا، والله تيندموا، والله اقسم لكم يمين. شوف اش كيديروا، شوف هادو اش كيديروا، شوف. يلا قول لي انت اش غيديروا، اش غيديروا في سبتو من ليليا؟ اش غيديروا فيها؟ اش غيديروا فيها؟ اسيدي خلي الصبليون سبتو من ليليا، سير سبتو من ليليا تشوفها كي دايره، شحال زينه وشحال غزاله،
والناس ما عندهمش المشاكل، ما حيدوش لهم كراس وما حيدوش لهم هادشي، دير لهم اسواق، دير لهم السواق الصبري ودير لهم السواق للمغاربه، دير لهم السواق فين يبيعوا ويشري، ما كاينش هادشي، ما كاينش هاد المشكل. وهادو ما قادو حتى المشكل ديالهم، ومن الستينات ملي تحررنا وما كيتعاملوا هكذا، ملي تحررنا هما كيتعاملوا هكذا، هما كيجروا على الناس بالكراس وداكشي، ما كيبغيوش يديروا لهم مارشيات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الانسان كي واحد كي كدير غلطة، كدير المرة الثانية الغلطة، اوكي ما استفدتيش في الاولى، كدير الثانية ما كاين باس، ودير الثالثة ودير الرابعة ودير الخامسة ودير السادسة، او تماك انت راه بهيمة، راك بهيمة الا بقيتي كتكرر، راك بهيمة. واش نتوما كتكرروا نفس المشكل؟ نفس المشكل. وعباد الله راه هادوك بيطلعوا لنا الدم. هذا السيد هذا دابا سكت قلبي انا، غيطلع لي غيتفرقع لي عرق، عرق انا اللي بعيد عليكم من من من, من نيويورك غادي يتفرقع لي عرق. واش نتوما مالكم اصاحبي؟ واش مكلخين ولا مالكم؟ واش نتوما هادشي مازال كيتعاود عندكم؟ واش نتوما هادشي دابا الناس اللي على برا اللي كيعيشوا على برا غادي يزعموا انفيستيو، غادي يدخلوا انفيستيو يعيشوا في المغرب؟ واش غادي انفيستيو كيشوفوا هاد الكوارث؟ هادشي راه حشومه، هادشي راه حرام وحشومه، راه تعدو حقره. وانتم كتشوفوا الحكومه، كتشوفوا الناس كالبطاطا. انتم ما كتعتبروش المواطن المغربي بشر، لان علاش نقول لكم علاش؟ ماشي غير هاد التعسفات اللي كديروا، ماشي هاد التعدو، ما كتعطيوش الانسان الحق ديالو، كتنفسوا عليه وتدمروه ويموت. دي هانية عندكم، دي هانية، لا عين شافت ولا قلب وجع، ما فيكمش الرحمه وما فيكمش الانسانيه وما عندكمش الذكاء، وما عندكمش الذكاء، والله ما عندكم الذكاء، والله ما اذكياء، والله الى هاد الحكومات اللي كيدوزوا والله ما اذكياء انتم، والله كتعتبروا نفسكم مثقفين واذكياء، والله ما انتم اذكياء، والله والله العظيم ما اذكياء، وانتم كتدمروا ريوسكم وتدمرونا احنا معكم، كتدمروا ريوسكم وتجرونا معكم، كتجروا معكم البلاد هو تغرق. والله نعلي ما يحشم، والله نعلي ما عنده ضمير. واش نتوما حشمتوا ولا ما حشمتوش جيب لنا هاد البوم ديال كتقولوا لنا سيارات الاسعاف؟ واش نتوما حشمتوا ولا ما حشمتوش؟ واش نتوما كتضحكوا على عباد الله ولا مالكم؟ واش نتوما ما عندكمش انفورماسيون؟ ما كديروش انفورماسيون للباراميديكال؟ واش حنا عندنا شباب عنده كليات يقرا في الكليات ومشومر، وعندنا شباب قاري قاري ومشومر، واش ما ديروش باش ما طاحش عليكم فكره دير واحد لانفورماسيون لهاد الشباب اللي قاري فيه دريه دريه، وديروا لهم باراميديكال، تعطيهم واحد انفورماسيون ديال 3 سنين، وديروا باراميديكال وتجهزوا، وديروا لي زومبيلانس ديال المعقول، وديروا السيروم، وديروا كل شيء. ها واش نتوما كتضحكوا عنا ولا ما؟ دابا هذه حاله، هذه حاله فيها حالات. هذه الحاله انا علاش كنهضر وكنوصي الناس اللي كيشوفوا هذا الاسمو، هذه الحاله وحده فيها حالات، خصكم تشوفوا، ماشي غتشوفوا الكارثه ديال السيد اللي طايح، خاصكم تشوفوا العائله ديالو اللي غادا تشرد، وخاص تشوفوا الاعاقه ديال هذا السيد الا عاش غادي يولي عله على المجتمع، وخاصكم تشوفوا لومبيلونس اللي كيضحكوا عليكم بها اللي هي رجال المطافي، هي ما عندها علاقه بالباراميديكال، واللي هي ما فيها لا اكسجين، ما فيها الناس ما مدربينش، ما قريش على الباراميديكال، ما عندهم سناطه، ما عندهم والو، هادو عا كيجي طحتي طحتي تضربتي نهزوك، عندنا هذيك الوصله اللي كنديروا بها الخبز نهزوك بها ونلوح ونديك تما. ودابا كنتمنى ان كل الكاميرا تبعاتهم، وغادي تشوفوا الكارثه الكبيره، الكارثه الكبيره اللي غتشوفوا الكاميرا اللي كنت بعاتهم هي في السبيطار، فين غادي يحطوا هذا السيد؟ كنا محطوطه قدام الباب، كنا دابا مضاربين عام مع ذاك العساس اللي قدام الباب، ما يدخلش، منين جبتوه؟ شكون اللي جابو؟ حنا ما توصلنا حتى بشي تعليمات، حنا يا ودي خلي السيد يدخل. دابا انا كنتمنى له كل كاميرا تبعت هذا السيد هذا، نشوف حنا كيفاش النتيجه غتوصل. ودابا دابا الدار عام العساس السيكيورتي في الباب، وعاد غادي يدخلوه، ملي غيدخلو غيخليوه في الكولوار، يبقى يتسناو الطبيب، راه عنده الطبيب راه عنده حاجه اخرى ما يدير. الطبيب دابا راه في ايمرجنسي شو العلم ولا اش وقع؟ وتتلقى طبيب واحد، تتلقى طبيب واحد في المية وحده. الله يلعنني ما يحشم، الله تعالى يخطفكم بالحق يا حكومه الظلم، يا حكومة، يا حكومة الشفارة، يا الخطافة، يا الجاهلين، يا الكذابة. اللهم تعالى يخطفكم الحق، اللهم تعالى يخطفكم الحق.
اللهم تعالى، واللي عنده نيه حسنه في هذه الحكومه، واللي كيخدم صالح الله يجعل ربي يجعل ليه مقام ديالو في الجنه، واللي كيحركوا ضميره في ديك الحكومه الله يجعل ربي يجعل ليه مقام ديالو في الجنه. انا كنعرف واحد ولا جوج في هاد الحكومات وهاد البرنامج ما تيقدروا يحركوا حتى حاجه، لكن عا واحد ولا جوج. راه تيخصها عباد الله، راه خص الاحزاب وخص البرلمان وخص النقابات وخص الجماعات الجمعيات، فهمتي؟ راه هادو كلهم هما خاصهم ينضموا، كلهم كرجل واحد بحال اللي قال المرحوم حسن الثاني، باش نحقوا واحد، باش نزيدوا قدام، لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللهم منكر، اللهم منكر. واش غنقول لكم اخوه الاخوات، حاولوا ما امكنكم فرقوا هذا الفيديو، باش تشوفوا هذا الفحش والمنكر اللي حنا كنعيشوا في العشر في عهد القرن 21 2023 دابا حنا 2023 وهذا الشيء مازال كنعيشوا. حنا عشنا هذا الشيء في الصغر ديالنا في الستينات، عشنا في السبعينات، عشنا في الثمانينات، عشنا في التسعينات. ورغم هذا الوقت الستينات والسبعينات كانوا مارشيات اللي خلات فرنسا، مازال كانوا المارشيات ما تحيدوا حتى نجي الثمانين، حتى الثمانينات المارشيات بداو كيتحيدوا حتى الثمانينات، وما عطاوش البديل، حيدوا المارشيات، باعوا الاراضي وتبناوا عمارات وداروا فلوس في جيبهم وتخناوا، والله يرحم هذوك شدوا التقاعد واللي فيهم مات الله يرحم فيه بوعظم، هذو اللي داروا هادشي انا ما كنرحمش عليهم والله. قال اذكروا امواتكم، واخا الله سبحانه وتعالى اذكروا امواتكم بخير، واذكروا امواتكم يا ربي تسمح لي، يا ربي تسمح لي وعذرني، رانا قلبي عامر على هاد الناس، لهلا ترحم فيهم اعظم، لهلا ترحم فيهم اعظم، اللهم ارحمهم بالعافيه، اللهم احرق عذابهم، اللهم احرق عذابهم، اللهم احرق عذابهم، اللهم اعطي المصير ديالهم لجهنم، اللهم اعطي هاد الناس شردوا الناس، تعدوا على الناس، قهروا الناس، قتلوا الناس، وعندهم مسؤوليه ما تحملوش بها، وهاد الناس اللي كملوا على العمل في هذا الشكل هذا، اللهم تعالى يجعلهم في المسير ديال هاد الناس الاولين، هاد الظلماء، وهو هذا، هو وجه ديالكم، وهذا، اخواني اخواتي، حاولوا ما امكنكم فضحوا هاد المفضحين، فضحوا هاد الناس اللي ما كيستاهلوش الشرف، ما عندهمش الشرف وما عندهمش الضمير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.